السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني ثانوي. هنستكمل مع بعض الريفيجن اللي بدأناها في الألجبرا شابتر 1، منهج الفصل الدراسي الأول. كنا بدأنا في الفيرست بارت، اتكلمنا على الفانكشن وازاي نجيب الدومين والرينج جرافيكالي، الكونسبت اوف فانكشن والبيس وايز فانكشن، كل الحاجات دي اتعلمناها. دلوقتي خلينا نكمل على الأفكار بتاعت الدومين اوف فانكشن والأوبريشنز اوف فانكشن الجبريكلي. طيب أول حاجة بيقول لي the domain of function if where ال f of x equals negative 2. هنكرر نفس الكلام اللي احنا قلناه، احنا بندور على denominator، ما ينفعش يبقى في عندي denominator 0، وبالتالي أنا بدور على fraction. يعني لو كانت f of x equals 3 over x minus 2 يبقى هقول الدومين اللي هو هيبقى r except 2. طب انا ليه قلت r except 2؟ لان انا لو خليت الفاليو بتاعت الاكس 2 هيبقى 2 minus 2 ب 0، فما ينفعش يبقى في 0 في الدينومينيتور. هل هنا انا عندي فراكشن؟ لا. طيب هل في افكار ثانيه في الدومين؟ نعم، قلنا والكلام ده انا قلته في الفيرست بارت على فكره. لو كان في عندي ايفن روت، يعني سكوير روت او فورث روت او اي حاجه، باخد اللي تحت الروت ده، الجزء اللي تحت الروت اللي هو x minus 1، واقول له greater than or equal 0. ده لو كان الدينومينيتور اب، يعني سوري لو كان الروت في النيومريتور فوق. طيب لو كان الروت تحت، يعني مثلا 3 اوفر روت اكس، يبقى انا هاخد الاكس اللي هي اللي تحت الروت وهقول له جريتر ذان 0 بس. طب ليه الفرق بين هنا وهنا؟ ان انا هنا لو كان الروت تحت في الدينومينيتور ما ينفعش يبقى ايكوال 0، لكن لو كان فوق ينفع يبقى ايكوال 0 او بوزيتيف، لكن ما ينفعش اللي تحت الروت يكون نيجاتيف. طيب ليتس ستارت. اوكي، الفانكشن بتاعتنا f of x equal negative 2، لا فيها فراكشن ولا فيها ايفن روت، لا فوق ولا تحت، يبقى على طول الدومين بتاعها r. الفانكشن اللي بعدها او السؤال اللي بعده بيقول لي if from r negative to r. بص يا حبيبي، لما تشوف قدامك في السؤال if from r negative، if from r positive، if from interval، يبقى تعرف على طول ان هو ده الدومين. طيب فين r negative هنا؟ مفيش. لا، هي دي r negative، احنا عملنا ريبريزنت للار نيجاتيف از انترفال. ما هي الار نيجاتيف بتبدا من النيجاتيف انفينيت لحد الزيرو، لكن الزيرو ما فيهوش لان هو نون بوزيتيف نون نيجاتيف، فهيبقى اوبن. يبقى دايما لما بشوف الشكل ده في الفانكشن بعرف ان هو ده مين؟ الدومين، بعرف ان هو ده الدومين. السؤال اللي بعده بيقول لي اف اوف اكس ايكوالز كيوبيك روت للاكس ماينس 5. راح يجري ويقول لي اكس ماينس 5 جريتر ذان 0. لا، احنا اشترطنا انه الروت يكون ايفن. هنا الاوردر بتاع الروت كيوبيك روت يعني ثيرد، يبقى اود ولا كاني شايفه. يبقى الكيوبيك روت انا ولا كاني شايفه. طب لو كان كيوبيك روت في الدينومينيتور بعمل داز نوت ايكوال زيرو. طيب هنشوف كل الافكار دي. هنا الدومين فراكشن يا مستر. لا، ما هو الفراكشن ده تحت. هل في اكس في الدينومينيتور؟ في اكس، ما فيش اكس، يبقى على طول الدومين ايكوالز مين؟ ار. نروح للسؤال اللي بعده، بيقول لي from r positive. خلاص انا عرفت ايه بقى؟ عرفت ان هي r positive. خلي بالك بقى عشان السؤال ده بيخدعني في الامتحان. في الامتحان انت اول ما بتشوف fraction بتروح قايل r except 0، لان في 0 هنا. انت مالك ومال 0؟ هو مش محدد اصلا وقايل ان الدومين r positive r. خلي بالك، انا لو قلت لك f from negative 3 و 7 to r، وقلت لك f of x اي حاجه في الدنيا وات ايفر ما تكون، يبقى هو ده الدومين. يبقى هو ده مين؟ الدومين. يبقى انا الدومين عندي اللي هو الار بوزيتيف، الار بوزيتيف. نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لي ذا دومين اوف ذا فانكشن. هنا في فراكشن يا شباب؟ مفيش. طيب في روت يا شباب؟ مفيش روت، يبقى على طول ار. يبقى على طول الدومين بتاعي ار. بيقول لي f of x equal انا هنا عندي fraction، هنجيب zeros of denominator، يعني ال 3x اللي تحت equal 0 تبقى ال x equal 0. حصل؟ تمام، يبقى r except 0. طب ثواني بقى، احنا قلنا لو كان اللي في الدينومينيتور r minus 2، لو كان اللي في الدينومينيتور r plus 4، طب لو كان اللي في الدينومينيتور مثلا 5x، دول 3 cases شهيرين قوي وبنشوفهم كتير. لو قال r minus 2 يبقى هقول له r except 2. ليه؟ انا بعكس الاشاره. ليه؟ لان انا لو حطيت الاكس ب 2 ماينس 2 هيديني 0. طب هنا هقول له ار اكسبت مين؟ ار اكسبت نيجاتيف 4. ليه؟ انا قلت بعمل تشينج للساين اللي تحت، يبقى انا على طول بصيت كده قلت اكس بلس 4 يبقى ار اكسبت نيجاتيف 4، اكس ماينس 2 يبقى ار اكسبت 2. طب هنا 5 اكس، واحد يقول لي ار اكسبت 5. لا خالص، طب ار اكسبت نيجاتيف 5 ولا دي؟ ار اكسبت مين؟ 0. اشمعنى؟
لأن الإكس هنا مفيش جنبها ولا بلس ولا ماينس ولا قبلها بلس ولا ماينس. نروح على السؤال اللي بعده. F of X equals كلام ده يلا على طول لسه اتعلمناها 3 plus X يبقى R except negative 3. ها؟ X minus 7 يبقى R except 7. خلاص على طول مش هناخد وقت ونفكر. هنا root يبقى هاخد اللي تحت الروت X minus 4 greater than or equal 0. اشمعنى greater than مش equal؟ لأن هو root وفوق up. طيب يبقى ال x greater than ال 4. اتعلمنا من المره اللي فاتت ازاي نكتب الانترفال. ال x هي الكبيره ولا الصغيره؟ ال x هي الكبيره يبقى هكتب infinite وال 4 موجوده. في equal؟ اه في equal. يبقى على طول هنا ايه؟ close. يبقى close interval 4 و infinite. طيب 3 minus x هنعمل 3 minus x greater than or equal 0. يبقى 3 greater than X. يعني الاكس هي الصغيره يبقى هحط نيجاتيف انفينيت، والنيجاتيف انفينيت والانفينيت دايما بيبقوا اوبن، وهحط 3 بس هتبقى كلوز ليه؟ علشان في اور ايكوال، يبقى ده السوليوشن. طب حد تاني بيقول لي انا ما بحبش احل كده، امال بتحب تحل ازاي؟ هروح اودي ال 3 هناك. حاضر ودي ال 3 هناك، يبقى نيجاتيف اكس جريتر ذان اور ايكوال نيجاتيف 3. دلوقتي حصل مشكله ان الاكس قبلها نيجاتيف، هنعمل تشينج لكل حاجه في الكويشن. يبقى الانيكواليتي كلها تتغير، النيجاتيف هيبقى بوزيتيف والجريتر هيبقى سمولر، يبقى بقت اكس ليس ذان 3. اه فعلا الاكس هي الصغيره نيجاتيف انفينيت و3 هي الكبيره بس كلوز عشان في اوريجن. نركز يا شباب، هي الافكار كلها شبه بعض، وكل الفكره ان انا افهم يعني ايه دومين. حلو، هنا بقى في عندي مشكله جديده. ايه هي؟ في عندي روت فوق وروت تحت. نعمل ايه؟ ناخد اللي فوق اهو x minus 3 واقول له greater than or equal 0، واخد اللي تحت اللي هو x minus 7 واقول له greater than 0. ركزوا معايا عشان الفكره دي عايزه تفكير شويه. طب بعدين هنودي ال 3 هناك، يبقى ال x greater than or equal 3، ونودي ال 7 هناك يبقى ال x greater than 7. خلي بالك بقى يا جميل، انت اصلا بتعمل ايه؟ انت بتجيب الانترفال دي انترسكت الانترفال دي، الجزء المشترك بينهم، لان لازم تساتسفاي الكونديشن اللي فوق والكونديشن اللي تحت. يبقى انت هتعمل ايه؟ اه هنجيب الانترسكشن، هروح ارسم نمبر لاين. لا ولا تتعب نفسك، مش الاثنين جريتر زي بعض؟ اه يبقى جريتر ذان الكبير. سمولر زي بعض؟ يبقى سمولر ذان الصغير. خلاص خلصنا، يبقى احنا كده فهمنا. طب x greater than or equal 3 و x greater than 7، يبقى ال x greater than مين؟ الكبير اللي هو 7، يبقى open 7 و infinite. طب كمان واحده اهي، روت فوق وروت تحت، هقول له x minus 5 greater than or equal 0 و x minus 1 greater than 0. برضه تاني، ليه ده greater than or equal وده greater؟ علشان اللي فوق ينفع يبقى 0 لكن اللي تحت ممنوع، يبقى 0. طيب يبقى ال x greater than or equal 5، هنا ال x greater than ال 1 يعني greater than الكبير، يبقى greater than ال 5 تبقى 5 close ولا open؟ close. ليه؟ علشان في or equal. السؤال اللي بعده نفس الفكره، 2 minus x greater than or equal 0 و 7 minus x greater than 0. طيب هنودي ال x هناك تبقى 2 greater than or equal x، وهنا 7 greater than ال x. خلي بالك ال x less than 2 و less than 7 يبقى اصغر من الصغير، يعني less than 2 بس هنا في or equal ولا لا؟ اه في or equal. طيب النيجاتيف انفينيت دي مش فاهم. حاضر هقول تاني، انا عندي ال x صغيره ولا كبيره؟ صغيره، يبقى بحط نيجاتيف انفينيت و open دايما. فضل مين الكبير؟ 2، وادي كلوز. ليه كلوز؟ عشان اور ايكوال. السؤال اللي بعده فروم ار، واحد يقول لي اه فروم ار تو ار يبقى الدومين ار. لا، ما دام اداني فانكشن يبقى لازم اشوف الكونديشن. يقول لي فانكشن فروم ار تو ار، وبيقول لي الفانكشن دي ده جزء من الفانكشن. طيب هنا في عندي روت فوق وروت تحت، هنعمل نفس الكلام اللي احنا كنا بنعمله. هنقول له اكس بلس 3 greater than or equal 0 و 3 minus x greater than 0. يبقى ال x greater than or equal negative 3، وهنا هنا بقى شويه هتختلف عن اللي فاتت، هتروح ال x هنا، يعني ال x less than 3. حصل؟
طب دلوقتي الـ x أكبر من الـ negative 3 وأصغر من الـ 3، ده معناها إيه؟ ده معناها يا شباب إن أنا ممكن أعمل number line فعلاً. أهو number line جميل. وبعدين نحدد عليه الـ 2 points، أنا عندي negative 3 وعندي 3. الـ negative 3 close والـ 3 open. هو بيقول لي الاكس مالها؟ greater than النيجاتيف 3 يعني رايحه كده، وسمولر than النيجاتيف 3 يعني رايحه كده، يبقى مين الانترسكشن بتاعهم اللي هي الريجن اللي في النص دي اللي هي نيجاتيف 3 كلوز و 3 اوبن. فهمنا؟ طيب امتى بينتج عندي انترفال زي كده؟ لو كانوا التو ساينز فوق وتحت مختلفين، واحده بلس وواحده ماينس، وات ايفر ما يكون النمبرز بقى، اكس بلس 7، 3 ماينس اكس، اكس بلس 4، 5 ماينس اكس، زي ما يكون. ما تنساش اللي فوق اور ايكوال واللي تحت ما فيهاش اور ايكوال. السؤال اللي بعده، يلا يا مستر نعمل زي المره اللي فاتت، اوعى. انا عندي هنا عفوا يا شباب، اكس ماينس 5 جريتر ذان اور ايكوال 0، يبقى الاكس جريتر ذان اور ايكوال 5. طيب x ماينس 3 هيقول لي greater than بس خالص، ده ايه؟ odd root. طيب الodd root ده بنعمل له ايه؟ بنقول له equal 0 ونشيله، يعني الx equal 3. خلي بالك الx equal 3 لو طلعت موجوده هنا انا هشيلها. طب هو بيقول لي الx greater than 5 يعني من 5 close لحد الانفينيت، طب يلا نشيل ال 3، اصلا ال 3 بره مش موجوده، هي في 3 هنا من ال 5 وانا طالع فوق للانفينيت مستحيل هلاقي 3، يبقى 5 وانفينيت. السؤال اللي بعده، دايما نخلي بالنا هل اللي فوق ايفن روت واللي تحت ايفن روت؟ هل اللي فوق كيوبيك روت واللي تحت كيوبيك روت؟ هل فيهم واحد كيوبيك روت وواحد ايفن روت؟ لازم اركز على كل الحاجات دي. هنا فروم ار تو ار، وبعدين بيديني هنا روت وروت، طيب تمام، يبقى 2 ماينس اكس جريتر ذان اور ايكوال 0 و7 ماينس اكس جريتر ذان 0. طبعا الاكس تروح هناك يبقى 2 جريتر ذان اور ايكوال اكس، 7 greater than ال x، يعني ال x less than ال 7 وال x less than ال negative 2، sorry 2، يبقى أصغر من الصغير يعني less than ال 2، يبقى هاخد إيه؟ infinite، negative infinite علشان ال x هي الصغيرة و 2 لكن close. نركز في كتابة ال interval. طيب الفكرة بتاعت كتابة ال interval يا جماعة، لو كانت ال x greater than number، لو كانت ال x greater than or equal number، ولو كانت الـ x smaller than number، ولو كانت الـ x smaller than or equals number. طيب x greater than number يعني الـ x هي الكبيرة، يبقى هاخد infinite، والـ infinite والـ negative infinite دايما open، والـ a هتبقى open. طب x greater than or equal يبقى هتبقى نفسها ولكن close. طب x less than يبقى negative infinite، والـ negative infinite دايما open، والـ b هتبقى ايه؟ open عشان مفيش equal. طيب هنا negative infinite وبي كلوز، بس كده. هي دي الفكره بتاعت كتابه الانترفال. السؤال اللي بعده بيقول لي 50 نمبر 53، هنا مديني روت. خلي بالك يا جميل، هنا بقى هيضحك علينا. طب انا عندي هنا ايه؟ عندي روت وتحته فراكشن، هنعمل له ايه؟ اولا لما يبقى الروت انا شرط الروت ان اللي تحته يبقى بوزيتيف اور زيرو. طب بوزيتيف اور زيرو يعني ايه؟ يعني جريتر ذان اور ايكوال زيرو. طيب لو كان عادي روت كنت هشتغل عادي واقول greater than or equal 0. طب انا عندي هنا fraction تحت الروت، خلي بالك هو انا ينفع اقول روت 4 over 5؟ ينفع، لان ده positive وده positive. طب ينفع اقول روت negative 9 over 16؟ ما ينفعش، اكتب كده على الكالكوليتر هتديك ماس ايرور. انما لو خليتها negative 9 over negative 16 هتنفع، لان النيجاتيف مع النيجاتيف هيتكنسلوا مع بعض، هيفضل عندي روت 9 اوفر 16 اللي هي ب 3 اوفر 4. يبقى الشرط عندي لما يبقى روت وتحته فراكشن انه يا اللي فوق بوزيتيف واللي تحت بوزيتيف، يا اللي فوق نيجاتيف واللي تحت ايه؟ نيجاتيف، يعني يا الاثنين نيجاتيف زي بعض يا الاثنين ايه؟ بوزيتيف زي بعض. طب هنحل المشكله دي ازاي يا جميل؟ هناخد مره 2 ماينس اكس greater than or equal 0 و7 minus x greater than 0، هما الاثنين بوزيتيف بس اللي فوق ينفع يبقى 0، يبقى 2 greater than or equals x
وال7 greater than الx، يعني انا لسه قايل الx هي الصغيره يبقى اصغر من الصغير، يعني هاخد من نيجاتيف انفينيت لحد 2 كلوز. طب اللي يحل كده حله ناقص، ليه؟ لان انا عندي كونديشن ثانيه. طب العلاقه بين الكونديشن دي والكونديشن دي ايه؟ يونيون. يعني ايه يونيون؟ هنشوف دلوقتي. لا هنبدا نركز، انا عندي هنا ايه؟ 2 ماينس اكس، يبقى هاخد 2 ماينس اكس سمولر ذان اور ايكوال 0، و7 ماينس اكس سمولر ذان 0. ركزوا في السؤال ده جدا. يبقى انا عندي هنا 2 ليس ذان اور ايكوال اكس، و7 ليس ذان اكس، كده الاكس بقت ايه؟ جريتر ذان 2 جريتر ذان 7، يعني اكبر من الكبير. يعني من 7 لحد الانفينيت. من 7 لحد مين؟ الانفينيت. طب اليونيون بتاعهم ايه يا شباب؟ والله هي كده صح. يونيون ادي 7 وادي انفينيت، ولكن ما فيش الكلام ده في الاختيارات. ليه؟ لان هي بتتكتب بشكل تاني. بتتكتب ازاي بقى؟ بصوا يا ابطال، اي تو انترفلز بينهم يونيون في من نيجاتيف انفينيت لحد انفينيت، يبقى بقول ار على طول. اكسبت الاثنين اللي في النص، ادي 2 وادي 7، وقلنا الاكسبت بتعكس الاوبن كلوز والكلوز اوبن. ال2 كانت كلوز هتبقى اوبن، وال7 كانت اوبن هتبقى كلوز. خلص السؤال او ادي الاجابه. نركز علشان الفكره اللي فاتت كانت فكره مهمه جدا. تاني يا شباب نفس الفكرة، أنا عندي root of fraction، يبقى هاخد مرة 5 minus x greater than or equal 0، وفي نفس الوقت 2 minus x greater than 0. or يعني إيه؟ يعني union. 5 minus x less than or equal 0 و 2 minus x less than 0. ليه؟ لأن ينفع positive over positive positive، و negative over negative برضه positive. طيب دي يعني إيه؟ يعني ال 5 greater than or equal ال x، وهنا ال2 greater than ال x. طب هنا ال5 less than or equal x، او ال2 less than ال x. هنا ال x هي الصغيرة اصغر من الصغير، يبقى هاخد من negative infinite لحد 2 open، وهنا ال x هي الكبيرة اكبر من الكبير، يبقى هاخد من 5 close لحد مين؟ لحد infinite، والانفينيت دايما اوبن. اليونيون بتاعهم اللي هو ايه يا شباب؟ ار. اشمعنى ار؟ لان بدات بنيجاتيف انفينيت وانتهت بانفينيت، اكسبت اللي في النص اللي هو 2 و5. ال2 كانت اوبن تبقى كلوز، وال5 كانت كلوز تبقى اوبن. يبقى الاختيار الصحيح اللي هو نمبر بي. شوف السؤال اللي بعده. كيوبيك روت، يلا نعمل نفس اللي عملناه المره اللي فاتت. اوعى تعمل كده، ده كيوبيك روت يبقى ولا كانك شايف حاجه قدامك، كانه اصلا مش موجود، كانه اصلا ايه؟ مش موجود. يبقى على طول هروح عامل ايه؟ هاخد ال2 ماينس اكس اللي هي اللي تحت، واقول له does not equal 0. does not equal 0 يعني r except 2. r except 2 رجع كانه فراكشن عادي ومفيش اصلا معاه كيوبيك روت. فورث روت ومفيش فيه دينومينيتور، يبقى هاخد على طول الاكس باور 2 بلس 2 جريتر ذان اور ايكوال 0. طب نركز عشان السؤال ده مهم. هو الاكس باور 2 بلس 2 جريتر ذان اور ايكوال 0، تمام مفيش مشكله، السوليوشن بتاعها ايه؟ امتى تبقى جريتر ذان 0؟ هتروح تعمل لي كانك بتعمل سوليوشن لاكس باور 2 بلس 2 ايكوال 0. هل دي اصلا ليها سوليوشن؟ لا. فاي، يبقى دي يا شباب بحسب الساين اوف فانكشن اللي خدناها في ثانيه في اولى ثانوي، كانت عباره عن فانكشن كده كلها اب، كلها اب اباف الاكس اكسس. يبقى ده معناه ايه؟ ان هي كلها بوزيتيف، يعني عمرها ما تبقى نيجاتيف، يبقى ار. ما فهمناش. حاضر، لما يبقى عندك ايفن روت وتحت كوادراتيك فانكشن انت بتجيب السوليوشن. لو طلع السوليوشن فاي والاكس بوزيتيف، يبقى الدينومينيتور الدومين بتاعك اللي هو مين؟ ار كلها. دي حاجه ثابته؟ اه حاجه ثابته. طيب هنا اكس باور 2 ماينس 4، ايه الفرق بينها وبين اللي فاتت؟ ان دي ليها سوليوشن. ايه هو السوليوشن؟ نيجاتيف 2 و 2، الاكس باور 2 ماينس 4 ايكوال 0، ده السوليوشن بتاعها. هنا هنعمل ايه يا شباب؟ على طول هتروح راسم لي نمبر لاين، الكلام ده ما بيتعملش غير في الكوادراتيك فانكشن. وبعد ما نرسم النمبر لاين
نقعد جنبه نتفرج عليه؟ لا طبعا، هنكتب نيجاتيف 2 و2. كنا بنقول في الساين اوف فانكشن الكلام ايه؟ كنا بنقول في الساين اوف فانكشن بعد ما جايب التي سوليوشنز بروح ابص على الاكس باور 2، الاكس باور 2 بوزيتيف يبقى اللي في النص عكسها واللي بره زيها. مش احنا كنا بنقول كده في الساين اوف فانكشن؟ اه. يبقى انا عايز انهي جزء؟ انا عايز الجريتر ذان اور ايكوال 0، يعني عايز من نيجاتيف 2 واحنا نازل كده، ومن 2 وانا طالع كده. يبقى هنعمل ايه يا شباب؟ احنا قلنا الريجن اللي قبل النيجاتيف 2 الريجن اللي بعد ال 2، يعني ده اسمه ايه؟ اسمه ار اكسبت، ودي نيجاتيف 2 و2. فضل عندي مشكله الاوبن والكلوز، قلناها 100 مره. هو المفروض ان ده روت يعني يبقى ايه؟ يبقى جريتر ذان اور ايكوال 0، يبقى جريتر ذان اور ايكوال 0، يعني المفروض ان هي كلوز تبقى اوبن. اشمعنى اوبن؟ علشان بعد الاكسبت كله بيتعكس. بعد الاكسبت كله ايه؟ يبقى العكس. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي ذا دومين اوف ذا فانكشن اكس ماينس اكس بار 2. ايوه كوادراتيك فانكشن، على طول هجيب السوليوشن بتاعها، يبقى هاخد اكس كومن فاكتور هيفضل 1 ماينس اكس، يعني السوليوشن عندي مين؟ 0 و1. السوليوشن عندي 0 و1، على طول نعمل نمبر لاين جميل زي كل مره. ادي نمبر لاين حلو قوي، وبعدين هنحط عليه 0 ونحط عليه ال1، وبعد كده هنقول ان الاكس باور 2 هنا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف، يبقى اللي جوه عكسها واللي بره ايه؟ زيها، يعني اللي بره ايه؟ زيها نيجاتيف. يبقى فين البوزيتيف ريجن اللي هي اللي في النص؟ يعني من 0 ل 1. طيب اوبن ولا كلوز؟ هي المفروض تبقى جريتر ذان اور ايكوال 0 يعني كلوز. طب في ار اكسبت؟ مفيش ار اكسبت، يبقى على طول كلوز، يبقى 0 1 كلوز. طيب ثواني بقى اقول لكم على حاجه حلوه. دايما يا شباب في دي، في الكيس دي اللي هي بتاعت الكوادراتيك فانكشن، لو كان الاكس باور 2 نيجاتيف الاجابه بتبقى انترفال، لو كان الاكس باور 2 بوزيتيف الاجابه بتبقى ار اكسبت. ده لو كان الدومين متعلق او ليه سوليوشن، ده لو كان الدومين ليه سوليوشن. هنا بيقول لي ذا دومين اوف ذا فانكشن، حلو قوي. طيب هنا بقى هنسال نفسنا سؤال، اللي جوه ده مش احنا اصلا اتعلمنا في الابسوليوت في درس الابسوليوت ان ده بيرفكت سكوير، الفاكتورايزيشن بتاعه اكس ماينس 3 اول باور 2 تحت الروت، يبقى ابسوليوت الاكس ماينس 3. حلو قوي. طيب يبقى انا عندي ايه؟ هو الدومين بتاع الاكس ماينس 3 ار. طب انا هعرف الكلام ده ازاي؟ ولا حاجه، ما تتعبش نفسك، هي اصلا اكس باور 2 ماينس اكس بلس 9، المفروض ان هي عباره عن اكس ماينس 3 اون باور 2، يعني ليها جاست 1 سوليوشن. طب هنعمل بقى الفكره بتاعت النمبر لاين، هنعمل الفكره بتاعت النمبر لاين برضو اللي هي ايه؟ عملنا النمبر لاين. دلوقتي انا عندي كام سوليوشن؟ جاست 1 سوليوشن اللي هو 3، حتى لو دخلت على الكالكوليتر اي بي سي، فاكرين؟ مود ايكويشن 5 3 اي ب 1 والبي ب نيجاتيف 6 والسي ب 9، هيطلع لك جاست 1 سوليوشن اللي هو 3. طب السوليوشن ده اللي هو هيديني 0، قبله وبعده ايه؟ الاكس باور 2 بوزيتيف، يبقى كله بوزيتيف، يبقى كله ايه؟ يبقى الدومين فعلا البوزيتيف والزيرو، يعني الار. السؤال اللي بعده خلي بالك الدنيا هنا اتقلبت. ليه؟ هو السوليوشن هنا ايه هو؟ السوليوشن نيجاتيف 5 مبدئيا. السوليوشن اللي هيطلع لي لما ادخلها على الكالكوليتر اي بي سي هيديني نيجاتيف 5. اوعى تقول لي بيرفكت والبيرفكت يطير النيجاتيف، مفيش الكلام ده خالص. طيب السوليوشن بتاع الايكويشن دي نيجاتيف 5، يبقى انا لو عملت نمبر لاين هاخد النيجاتيف 5 اهي، دي عندها 0، قبلها وبعدها ايه؟ هتاخد نفس الساين بتاعت الاكس باور 2، يعني كله نيجاتيف. ايه ده؟ يعني ما فيش فاليو في الدنيا ممكن تساتسفاي الايكويشن دي الا حاجه واحده اللي هي مين؟ اللي هي النيجاتيف 5، عشان هتديني 0، يبقى الدومين بتاعي اللي هو نيجاتيف 5. طب تعالوا نعمل سبستيتيوشن لاي حاجه قبل النيجاتيف 5. لو عملت سبستيتيوشن لاي حاجه هنا هتطلع لك نيجاتيف. طب لو عملت سبستيتيوشن لاي حاجه بعد النيجاتيف 5 برضه هتطلع نيجاتيف، يعني ما ينفعش. طيب بعد كده طبعا دي حاله نادره جدا لكن برضه لازم ناخدها. هنا بيقول لي ذا دومين اوف ذا فانكشن، الدومين بتاع البيس وايز فانكشن بيجي من الديفينيشن بتاعها. هو بيقول لي اكس ليس ذان 0 واكس جريتر ذان 0. طب سمولر ذان وجريتر ذان يعني ايه؟ يعني ما فيش ايكوال 0، يبقى ار اكسبت 0. طيب اكس واكس نيجاتيف، هنا بيقول لي رينج. خلي بالك السؤال اللي فات ده كان دومين، كان دومين. السؤال اللي جاي ده رينج، نركز. طبعا لو قال لي دومين كنت هقول له ار،
لانه هنا في r equal 0 less than or equal 0 greater than 0 0 معانا يبقى على طول r. طيب لو كان بيسال على الرينج يبقى انا كده مضطر اشتغل شغلانه طويله جدا. ايه هي؟ هنعمل ايه يا شباب بقى؟ هنبدا نرسم الفانكشن. طب تعالوا بقى نتعلم ازاي بنرسم اصلا البيس وايز فانكشن. اولا دي لينير ودي لينير، يعني كل واحده منهم هتاخد تيبل صغير، كل واحده منهم هتاخد تيبل صغير في اكس واي وتو فاليوز، اكس واي وتو فاليوز. طيب هنا بيقول لي الاكس ليس ذان اور ايكوال 0، اكس ليس ذان اور ايكوال 0 يعني 0 واقل من الزيرو. يبقى ادي 0 اقل من الزيرو ناخد كام؟ ناخد نيجاتيف 1. وخلي بالك ان دي هعمل فيها ار وكده عشان ما تلخبطش، يعني انا همتد بعدها. هنشوف ده يعني ايه. وهنا اكس جريتر ذان الزيرو بس الزيرو اوبن، فهاخد الزيرو واعمل عليها سيركل واخد اي حاجه بعدها وهقول ايه؟ ار من الناحيه دي. طيب قلنا ان الزيرو ده اوبن فبنعمل عليه سيركل وعلى الريزلت بتاعته سيركل. طيب لما الاكس نيجاتيف 1، يبقى لما الاكس نيجاتيف 1 هنا الاكس ايكوال اكس يعني ايكوال نيجاتيف 1 زي ما هي، و0 ايكوال 0 يبقى احنا بنسبستيتيوت هنا في الاولانيه اللي فوق. طب هنا في الثانيه الاكس لما ب0 هتطلع الايمج بتاعتها 0، طب لما الاكس ب1 الايمج بتاعتها نيجاتيف اكس، الايمج بتاعتها نيجاتيف اكس يعني نيجاتيف 1. يبقى انا لو حبيت ارسم هرسم هنا ستريت لاين اللي هو 0 0 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 واعمل لها اكستند، واعمل لها ايه؟ اكستند يعني هتكمل، تكمل فين؟ الاتجاه ده. طيب الثانيه البوينتس اللي عندي مين؟ عندي 0 0 بس اوبن، طب انا مش هحطها اوبن لان في واحده عليها كلوز، و1 ونيجاتيف 1 ادي 1 ونيجاتيف 1 يبقى هعمل ايه؟ اكستند هنا كمان، هعمل هنا ايه؟ اكستند يبقى هتيجي. يبقى احنا كده عملنا الجراف بتاع الفانكشن. نقدر نجيب الرينج؟ اه طبعا نجيب الرينج بقى بنفس الطريقه اللي خدناها المره اللي فاتت. هو مش جاي من تحت خالص لان ده هنا في ار وهنا ار. طيب يبقى جاي من نيجاتيف انفينيت لحد الزيرو، والزيرو اوبن ولا كلوز؟ كلوز، علشان في اصلا ليه فاليو موجوده. يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي من نيجاتيف انفينيت لزيرو. السؤال اللي بعده بيقول لي الرينج اوف فانكشن. طبعا اللي فوق ده بيرفكت سكوير، واضح جدا ان هو هيقلب يبقى ابسوليوت اكس ماينس 2. ليه؟ لان الاكس باور 2 ماينس 4 اكس بلس 4 دي ايكوال مين؟ اكس ماينس 2 اول باور 2. طيب تحت الروت ابسوليوت مع روت مع السلامه ونحط سوري باور 2 مع روت مع السلامه ونحط ابسوليوت على اكس ماينس 2. طب خلي بالك بقى الاكس ماينس 2 اللي فوق دي مره ايكوال اكس ماينس 2 ومره نيجاتيف اكس بلس 2، يعني مره زي ما هي ومره بتتعكس اشارتها، صح؟ يعني دي يا اما ايكوال اكس ماينس 2 على اكس ماينس 2 ب 1 اور نيجاتيف اكس ماينس 2 على اكس ماينس 2 بنيجاتيف 1، يعني مالهاش غير تو فاليوز اللي هي مين؟ 1 ونيجاتيف 1. يبقى هو ده الرينج. خلي بالك السؤال ده شائع، هو لي ابسوليوت اكس ماينس 3 على اكس ماينس 3 هتبقى يا 1 or negative 1. طب خلي بالك بقى لو كانت 2x minus 6 absolute 2x minus 6 وهنا x minus 3 اللي فوق هي اللي تحت، لا لازم اخد common factor 2، فهاخد common factor 2 يفضل عندي x minus 3 على absolute على x minus 3 اللي هي يطلع ايه؟ يا 2 or negative 2. الفكره دي شائعه كتير وممكن تجي لك كتير في الامتحان. يبقى ده الرينج بتاعها اللي هي نيجاتيف 1 1 لان ما فيش فاليوز اصلا للفانكشن غير. السؤال اللي بعده بيقول لي ذا رينج اوف فانكشن. خلاص هي اصلا واضحه بيس وايز، ما دام الاثنين كونستانت يبقى الرينج اللي هو النيجاتيف 2 2 ما فيش فاليوز غيرهم، مش محتاج ارسم ولا اعمل اي حاجه تاني. The range of function 0 1 يبقى هما التو فاليوز. ليه؟ عشان دول كونستانتس. امتى كنت بعمل الفكره بتاعت الرسم؟ لو كان فيها اكس. طيب الدومين اوف فانكشن يبقى هاخد ابسوليوت اكس ماينس 3 واقول له does not equal 0، يبقى ابسوليوت الاكس ايكوال مين؟ 3. طب امتى الاكس ابسوليوت الاكس ايكوال 3؟ لو كانت الاكس ايكوال بوزيتيف ونيجاتيف 3 يبقى ار اكس 3 ونيجاتيف 3. طب استنى بقى خلي لي بالك من حاجه، لو كان السؤال كده 1 اوفر ابسوليوت اكس بلس 3
هي دي عمرها تبقى زيرو؟ مستحيل، لان السوليوشن ست اصلا بتاع ابسوليوت بلس نمبر ايكوال 5، ملهاش سوليوشن. يبقى على طول كنت هقول له ار. امتى بقول ار؟ لو كانت ابسوليوت اكس بلس 3. امتى هقول له الكلام ده؟ لو كانت ابسوليوت اكس ماينس. السؤال اللي بعده بيقول لي ذا دومين اوف ذا فانكشن. على طول انا عندي فوق روت، يبقى هقول له اكس ماينس 2 جريتر ذان اور ايكوال 0، يبقى الاكس جريتر ذان اور ايكوال 2، يعني الاكس من 2 كلوز لحد الانفينيت، لحد مين؟ الانفينيت. وبعدين ار اكسبت 3، عشان انا بشيل ال 3 من هنا، يبقى من 2 كلوز لحد الانفينيت اكسبت 3، لان ما ينفعش الاكس تبقى 3 عشان الدينومينيتور هيبقى 0. يبقى خلي بالي في النيومريتور في الدينومينيتور على الروتس، هنا في 2 روتس وبينهم ماينس، ده الاوبريشن اوف فانكشن ولا حاجه. هاخد اكس بلس 2 greater than or equal 0 و 5 minus x greater than or equal 0. ليه الاثنين greater than؟ لان مفيش denominator. يبقى ال x greater than or equals negative 2، وهنا ال x smaller than or equals 5. ليه؟ انا هجيب دي هنا، هتبقى ال x هنا less than 5. طب هي greater than 2 و less than 5، يبقى between ال 2 وال 5 والاثنين close، يبقى على طول 2 5 close. الفكره اللي بعدها بيقول لي الدومين اوف 9 ماينس اكس، يبقى على طول هروح قايل له ان 9 ماينس اكس جريتر ذان اور ايكوال 0، يبقى 9 جريتر ذان اور ايكوال اكس، يعني الاكس ليس ذان 9، تبقى من نيجاتيف انفينيت ل 9. سؤال مباشر ما فيهوش حاجه. لحد هنا كده يا شباب نبقى خلصنا الجزء المخصص للافكار بتاعه الدومين والرينج اوف فانكشن. ان شاء الله نلتقي في الجزء القادم نتكلم فيه على الاود فانكشن والايفن فانكشن وال1 تو 1 فانكشن والمونوتوني اوف فانكشن. حاجات مهمه جدا، افكار مهمه زي ما احنا متفقين. ان شاء الله كل حاجه اتحلت قدامك لازم تحلها بايدك، علشان لو في مشكله هتتواصل معايا وتقول لي فين المشكله بالظبط، وهبدا اوضحها لك بشكل مختلف.